الأزمة الليبية بمساراتها المختلفة على طاولة مجلس الأمن مجدداً، وجريدها الموافقة على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين نيكولاي ميلادينوف مبعوثاً إلى ليبيا خلفاً للمبعوث السابق غسان سلامة الذي تنحى عن المنصب في مارس الماضي. المجلس وفي بيان صدر بإجماع أعضائه 15 جدد مطالبته بضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وطالب بآلية موثوقة وفعالة لمراقبة وقف إطلاق النار هناك، مبديا تطلعه إلى تقرير شامل من المقرر أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة. وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا أكدت مطلع الشهر أن نحو 20,000 من المرتزقة لا يزالون في ليبيا مع وجود ما لا يقل عن 10 قواعد عسكرية محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية في البلاد. أما على المسار السياسي فدعا مجلس الأمن المشاركين في الحوار السياسي الليبي إلى مضاعفة الجهود، مؤكدا أن العملية السياسية الناجحة ضرورة لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل. دعوة المجلس تأتي عقب ساعات من انتهاء منتدى الحوار السياسي الليبي دون اتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، في الوقت الذي جددت فيه قبائل شرق ليبيا رفضها أي آلية للتوافق لا تقوم على أسس مبادرة رئيس البرلمان عقيل صالح وإعلان القاهرة.